بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي النهاردة جاء نور للبشرية. كانت الدنيا مظلمة لغاية ما أتى محمد صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا اليوم ربنا من على البشرية أن أرسل لها نور من عنده، رحمة للعالمين، منهج يصلح البشرية، طريق إلى الله وإلى الحياة لإصلاح البشرية. لو مشوا على نوره، لو مشوا على طريقته تنور حياتهم وتنور أخرتهم ويرضى عنهم ربهم. لو اتبعوك يا رسول الله، لو مشوا على طريقتك يا رسول الله، لو اتبعوا طريقتك، لو اتبعوا الكتاب اللي انت جيت بيه اللي أرسلك بيه ربنا يا رسول الله، لو مشي المسلمين على 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 طريقة النبي وعلى سنة النبي وعلى حياة النبي. نور فعلا، لقد جاءكم من الله نور فعلا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. عايزين حياتكم تنور؟ عايز تعيش في نور؟ عايز تخرج من دوامة الحياة؟ قلده بس، امشي على طريقته بس. هذا هو يوم ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا يجي السؤال الكبير، هو أنا المفروض يكون إحساسي إيه ليلة مولد النبي وأعمل إيه؟ وهو ده هدف هذا اللايف النهاردة. إحساسي إيه وأعمل إيه؟ هما كلمتين. وأنا جاي النهاردة علشان أنا بحاول أديك حاجة عملية جدا جدا جدا، فمش جاي أقول لك كلام حلو وخلاص، أنا جاي أقول لك حاجتين. أحس بإيه وأعمل إيه؟ تحس بإيه؟ تحس إنك بتقابله يوم القيامة وتقول له أنا من أمتك يا رسول الله. تخيل لو الإحساس دون تملكك النهاردة. غمض عينيك، غمض عينيكي. أنا يا رسول الله، أنا من أمتك يا رسول الله، أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده تحس بإيه؟ تحس بإيه؟ تحس هو بيحبك قد إيه؟ بيحبك فوق ما أنت متخيل. ده قد يكون صلى الله عليه وسلم بيحبك أكتر ما أنت بتحبه. ليه يعني؟ عشان أنت شقاه، عشان أنت تعبه، عشان أنت أمته، عشان أنت اللي إحنا اللي هيقابل بينا ربنا يوم القيامة، أنا جدي دوش، عشان إحنا عرقه، عشان احنا دماء اللي سالت، عشان احنا جهاده اللي جهده، عشان هو جاي بدول منطقي. وهو قال كده، قال اشتقت الى اخواني. قالوا ما احنا اخوانك يا رسول. قال لا، انتم اصحابي، اما اخواني فياتون من بعدي ولم يروني. وقال للصحابه سياتي يوم على الناس يكون اجر العامل فيهم باجر 70 منكم. قالوا تقصد منهم يا رسول الله، يعني أجر الواحد منهم قد 70 منهم؟ قال لا، منكم، من الصحابة. إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لن يجدوا على الخير أعوانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وآخر كلمة قبل ما ينزل من المنبر، أيها الناس أبلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة، سلموا لي على المسلمين. إحساسك إيه؟ أحبك يا رسول الله. إحساسك إيه؟ كان نفسي أشوفك يا رسول الله. لو كنت شفته. تحس ان روحه بتجذبك اليه، تحس انه بيشدك اليه، تحس انه بيجذب روحك ليأخذك الى الله ويحببك في الله ويقبل بقلبك الى الله. لو كنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم يشوفك، يعرف اوجاعك ايه واحزنك ايه ويطبطب عليك ويقولك امشي في السكة دي، هي السكة دي اللي هتفتح لك الابواب الرزق الواسع، وابعد عن السكة دي. لو كنت قابلت النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حضنك زي ما حضن ابن عباس ودعالك في ودنه ودعالك في ودنك زي ما دعا ابن عباس، اللهم فقهه في الدين. احساسك ايه؟ بحب يا رسول الله. احساسك ايه؟ معقول يا رسول الله انت بتحبني لكل الحب دون؟ احساسك ايه؟ انه عارفك، عارفك باسمك واسم امك واسم ابوك وباعمالك كمان. قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال اعرفهم باسمائهم واسماء ابائهم وامهاتهم. قالوا كيف يا رسول الله وقد ارمت انت مت وهم ما قبولكش؟ قال تعرض اعمالهم علي كل يوم خميس. اعمالنا بتعرض على النبي كل يوم خميس، عملوا كده الأسبوع اللي فات. فما كان فيها من خير حمدت الله الحمد لله من أمتي، وما كان فيها من شر ها يدعي بقى عليهم استغفرت لهم الله. يا رب اغفر، يا رب اهدي، يا رب. معقولة دي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بك وانت مش حاسس بالنبي خلاص؟ طب النهاردة ابدأ حس بالنبي صلى الله عليه وسلم. احساسك ايه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شفيعي يوم القيامة،
اللي هيشفع لي يوم القيامة، يا رسول الله أنا كان عندي أخطاء، يا رب أشفع لك في فلان، أشفع لك في فلانة. تخيلوا الناس اللي كتب أسميهم دلوقتي، نجوى، أم إسلام، أم أحمد، حنان، أنا بقرأ الأسامي المكتوبة قدامي دلوقتي على الشاشة. تخيلوا يا جماعة وهو جاي يشفع لنا يوم القيامة، يا رب أنا فاشفع لك في فلان وفلانة وفلانة وفلانة، سامحهم يا رب، ارضى عنهم، اعفو عنهم يا رب. احساسك ايه؟ احساسك ايه؟ شو كل دي احاسيس بنا حس يا اخي برسول الله صلى الله عليه وسلم. احساسك ايه ان هو يجي يدافع عنك يوم القيامه؟ احساسك ايه انك تروح له تقول له يا رسول الله اعز صديق ليا ما جاش في منزلتي في الجنه، يا رسول الله اشفع لي ان هو يجي معايا في منزلتي في الجنه فيشفع لك فربنا يقبل. لا، احساسك ايه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان كل الامم بالمسلمين بالمؤمنين بالكافرين بالاديان الاخرى باللي ما كانش يؤمن بالله محتاج له يوم القيامه، ان ما فيش بدء الحساب لغايه ما النبي يشفع الى الله ان يبدا الحساب، وانت بقى شايف الملايين 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 رايحه لكل الانبياء وكله يقول لهم انا ما اقدرش اشفع عند ربنا ان الحساب يبتدي لغايه ما يقول لهم اذهبوا الى محمد، والبشريه كلها رايحه للنبي وانت بقى في وسطيهم وانت بتقول لهم انا من امته، انا اقرب واحد في كلي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد لم يحمده بها أحد من قبل، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فأشفع في أن يبدأ الحساب لكل الناس مش للمسلمين بس، ولذلك رحمة للعالمين، مسلمهم ومؤمنهم وكافرهم وجاحدهم اللهم صل وسلم، قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا سعيد جدا والناس كلها عماله تكتب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا حبيبي يا رسول الله. ايوه، اللي بيكتب دلوقتي هي دي المفروض الاحاسيس اللي نحس بيها. احس بايه لليلادي؟ احس بالليلادي بان انا عايز اسجد سجده شكر لربنا انه بعته. اصل كل الانبياء كان لسه في حته لم تكتمل، ولم تكتمل صورة الدين والرسالة إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم. عايز أشكر ربنا عليه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منا ما في أعظم فضل من ربنا عليك أنه بعت النبي. اسجد سجدة شكر لربنا، كل دي أحاسيس إن أنا من أمته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا طول ما أنا بتكلم عمال أقرأ، أنا مش شايف أي حد بيكتب أي حاجة على الشاشة قدامي إلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أو يا حبيبي يا رسول الله أو اللهم اجمعني برسول. حاجة رائعة، مظاهرة حب لرسول. أيوة، طبيعة هذه الليلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحساسك إيه في هذه الليلة؟ كل هذه المعاني، كل هذه المعاني الجميلة هي إحساسك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إحساسك إيه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هشرب من إيده يوم القيامة شربة يوم العطش، ما يوم القيامة العطش شديد، لا أظمأ بعدها أبدا. الحمد لله ارتويت، ما فيش عطش أبدا بعد ما يسقيك من إيده. تخيل وهو بيشربك وبيطبطب عليك تشرب المية من إيد النبي، من نهر النبي، لا تضمأ بعدها. احساسك ايه انك تفاجأ يوم القيامه؟ تغمض عينيك كده وتخيل الفكره دي، انت جاي واقف على باب الجنه ولسه باب الجنه ما اتفتحش، والحمد لله وصلنا لباب الجنه، مين اللي هناك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يمشي بين الصفوف ويجي لك انت وياخد من ايدك، تعالي معايا قدام. انا رسول الله؟ ايوه. وليه يا رسول الله؟ انا ما كنتش يعني عبادتي مش قد كده، مش كبيره قوي، بس كنت بتحبيني فانت غالية عليا. او تعالى معايا اطلع لقدام قوي، اصل انت كنت من اللي بيكفلوا اليتيم، وانا قلت انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وجمع بين اصبعيه. تعالى اطلع معايا، اصل انت كانت اخلاقك حلوة قوي، وانا قلت اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. اللي عنده احسان في اخلاقه هو ده اقرب واحد مني. ويتفتح باب الجنة وبص بقى المفاجأة، مبروك انت جارت النبي في الجنة، تفتحي شباك قصرك تلاقي بيت النبي قدامك، مبروك انت رفيق النبي في الجنة. ممكن تحس بالأحاسيس دي تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي النقطة. انا كده جاوبت على السؤال الاول، احس بايه تجاه النبي الليلة دي؟ انما النقطة التانية، اعمل ايه؟ كيف احيي ليلة مولد النبي احياء صحيحا؟ واحد، كثرة الصلاة عليه. الليلة دي ليلة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 مرات 10 مرات بس، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كنت شفيعه يوم القيامة، وجبت له شفاعتي يوم القيامة. يا نهار أبيض، ده كفاية دي طبعا، كفاية دي. أدي واحد. طيب وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كمان بتعمل إيه؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، صلى الله عليه يعني نزل عليه 10 رحمات. يا عم ده أنت بتقعد طول السنة تقول يا رب ارحمني، يا رب نزل علي رحمتك، أنت مجرد ما قلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ينزل عليك 10 رحمات. طب وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل إيه؟ الصلاة على النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل أو امرأة يصلي ويسلم علي إلا أرسل الله لي ملكا فيبلغني سلامه فأرد عليه السلام. تخيلوا كده الناس اللي عمالة بتكتب، تعالوا نقرأ أي اسم: لميا، منى، أميرة، قولي كده، هما كاتبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يا بنات، تخيلوا يا شباب، الآن ملك يبلغ النبي فلانة بتسلم عليك يا رسول الله، والنبي يقول له وعليها السلام. طب وهي ليه الصلاة على النبي غالية كده؟ أيوة، لأن الصلاة على النبي علميا، بقى أنا هتكلم دلوقتي علم ساينس، بتخلي عقلك الباطن مرتبط بالحاجة اللي انت كررتها كتير فتحبها لأنها مالت عقلك الباطن، وتتصرف زيها أو تبقى عايز تقلدها في التصرف، لأن احنا تصرفاتنا في الحياة هي نتيجة اللي متخزن في عقلنا الباطن. فانت وانت بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، انت بتغرس حب وتقليد النبي في عقلك الباطن. اللي أنا بقوله ده علم، يعني لو قلت أي حاجة تانية هتتغرس، هتحبها وتتغرس. فأنت بتقول إيه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، تقولها بإحساس، مهم بإحساس. حصل إيه دلوقتي في عقلك الباطن؟ حب للشيء اللي كررته اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. 2، رغبة في التقليد، لأن العقل الباطن بيخليك تتصرف على اللي أنت قلته كتير. تخيلوا، شفتوا الصلاة على النبي غالية إزاي؟ أدي أول حاجة نحيي بيها هذا اليوم. تاني حاجة نحيي بيها هذا اليوم، ان احنا نفتكر مواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما ترجعش تدخل لبرنامج على خطى الحبيب وتسمع حلقة من حلقات سيرة النبي اللي انا عملته وافتخر بيه ان هو من اعز الاعمال اللي عملتها. تحت اللينك النهاردة هننزل لكم على خطى الحبيب، اللي عايز يدخل على اي حلقة او يتفرج على الحلقات ابتداء من النهاردة ويبقى اجمل احياء لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع سماع معرفة سيرته، يبقى كثرة الصلاة لي. 2، معرفة سيرته، معرفة سيرته. ادخل، يعني انا هخلص اللقاء دلوقتي ورايح عندي درس دلوقتي هحكي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتة من السيرة، حاجة من السيرة هقوم واخدها. ليه؟ ما هو ده من احلى الحاجات اللي تبدأ بيها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. التالتة والاخيرة، ماذا افعل لأحيي يعني ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى انا قلت كثرة الصلاة عليه. 2، قلنا معرفة سيرته. 3، نية اتباع سنته. نية اتباع سنته، هتقلد النبي فيها. اختار خلق: صدق، الأمانة، الوفاء، الرحمة، جبر الخواطر. يا على فكرة، من أحلى الصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني مكة أشهر صفتين الصادق الأمين. طب وإيه أشهر صفة في المدينة؟ جبر الخواطر. ما بيرجعش حد يجبر بخاطر الناس كلها. تقدر تنوي جبر خواطر الناس وتبقى شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق، انا عايز تبقى اخلاقي حلوه. حسن الخلق، بقيت رفيق النبي في الجنه، مبروك. 3 حاجات هي احياء لذكرى مولد النبي، و3 حاجات في نفس الوقت تغرس حب النبي في قلبك، و3 حاجات تجعلك على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. 1، معرفه سيرته، هتلاقي لينك على خطى الحبيب. 2، كثرة الصلاة عليه. 3، اتباع سنته. ولو بنيتك النهاردة أنا عايز أبدأ أقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان لقاء النهاردة. تخيل أن ممكن لقاء النهاردة يخلي ناس سمعوا ونويوا ينفذوا رفقاء النبي في الجنة. تخيل ممكن النهاردة يكون نقلة في حياتك، يوصلك وتقابليه يوم القيامة يقول لك: بدايتك معايا أن تكوني رفيقتي في الجنة ذكرى مولدي سنة كذا. بالمناسبة، برنامج السنة دي إن شاء الله في رمضان إن شاء الله هيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا لي ربنا يفتح علي إن شاء الله. شكرا لكم جدا.
كل عام وانتم بألف خير، كل عام واحنا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام واحنا حافظين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل عام واحنا بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام واحنا عايزين نمشي على سنة النبي وسيرة النبي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم جدا، اكثروا من الصلاة على النبي، احكوا لأولادكم عن النبي. تحت الفيديو ده 7 معلومات عن مولد النبي، جميل جدا، في دقيقة سمعها لأولادك واللي حواليك، هتلاقيها اللينك تحت الفيديو، وتحت الفيديو ده لينك برنامج على خطى الحبيب، علشان اسمع حلقة أو 2 أو 3. شكرا لكم جدا جدا، الله يتقبل منا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرح بنا النبي يوم القيامة، اللهم أسعد بنا النبي يوم القيامة، اللهم اكتبنا رفقاء النبي في الجنة، اللهم من علينا بعمرة قريبة وزيارة قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله يتلقانا فرحا مسرورا، اللهم اسقنا من يد النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم حسن أخلاقنا لنكون رفقاء النبي في الجنة. آمين آمين آمين. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.